كده عشان اللي بيعمل بس جلط. بص فسيلة برحي انضف نوع، فيها خسايل اهي، فيها خسايل وعليها طرح، حاجة مستوى بسم الله ما شاء الله. فيها خمس خلف، دي الخلفة الرابعة، خلفة الخامسة. طرح لسه، دي خناصر لسه تحت اهو، ده خنصر تحت اهو. بصوا يا جماعة المزرعة دي فيها نخل برحي، بصوا العقد بتاعها، العقد بتاعها ممتاز جدا. طبعا لما بتعمل عملية التلقيح بتعمل بعد ما بتحط بكار ياما بتخرم الكيس كده علشان السباطة ما يحصلهاش عملية تعفن. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا شايلة كام سباطة، شايلة سبايك كتير بسم الله ما شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سباطة، 13 سباطة يا جماعة، وهي النخل لسه تعتبر في بداية حياتها. وشايلة فسايل مردومة بسم الله ما شاء الله، حاجة فرنسية نظيفة. الشغل الكويس بيبقى ايه؟ الكلام بيبقى باين، الشغل الكويس بيبقى باين. لما تيجي تخلع تسأل بنفسك تشوف تتحقق، ايوه سواء انا مش مهندس، تتحقق بنفسك اهو من الشغل شكله ايه؟ عارف المزرعة، وتتوكل على الله وربنا سبحانه وتعالى يرزق الجميع. تمنياتي للجميع يا رب بالتوفيق. حدثكم ياسر الشيخ.